السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات. نبدأ إن شاء الله النهاردة الحلقة رقم 4، أساسيات الأحياء. أساسيات الأحياء دي رقم 4، وهنبدأ النهاردة موضوع مهم جدا بيفيدنا في إعدادي وفي ثانوي وأساس مادة الأحياء كلها. إيه هو الموضوع؟ الانقسام الميتوزي. الانقسام بصفة عامة نخلي العنوان الانقسام الخلوي. يعني ايه الانقسام الخلوي؟ الانقسام الذي يحدث في الخلية. الانقسام الخلوي اتقسم الى نوعين، انقسام ميتوزي وانقسام ايه؟ ميوزي. انقسام ميتوزي وانقسام ايه؟ ميوزي. وانقسام ميوزي. الانقسام الميتوزي ايه حكايته؟ والانقسام الميوزي ايه حكايته؟ الانقسام الميتوزي بيحدث في الخلايا الجسدية. يعني ايه؟ يحدث في جميع خلايا جسمنا ما عدا المناسل، ما عدا الخلايا الجنسية. يبقى يحدث في جميع خلايا جسم الانسان ما عدا، لازم اقول دي، ما عدا المناسل. ايه هي المناسل؟ المبيض والخصية. المبيض والخصية. يبقى الوقت هنا المناسل عندي، المناسل أو الخلايا التناسلية اللي هي المبيض وإيه والخصية. شيء طبيعي الميوزي بقى بيحصل في الاتنين دول اللي هما المعادة بقى. يبقى انقسام ميوزي يحدث في خلايا المناسل. خلاص، وقلناها اللي هي إيه؟ المبيض والإيه والخصية. المبيض والخصي. طيب ده بالنسبة لانقسام الميوزي، ده تعريفه وده تعريفه. طيب أهميته، هو ليه أهمية؟ طبعا نمرة واحد، نمو الكائن الحي. الكائن الحي. يعني ايه نمو الكائن الحي؟ الناس من ساعة ما بتتولد، البيبي، وهقولش الجنين بقى، الجنين في بطن ايه؟ الأم. لما خلاص يصل للحياة بقى اسمه ايه؟ بيبي او الطفل الصغير، لغاية 22 سنة بيحدث فيه انقسام ميتوزي. وبيستمر الانقسام الميتوزي بقى في ايه؟ في التئام الجروح. يبقى رقم 2، التئام الجروح، مش كده وبس، وتعويض التالف. وتعويض التالف منها، يعني اي حاجة بتتعور بسرعة عن طريق الانقسام الميتوزي دي بعد سن 22 بقى. لكن نمو الكائن الحي حتى 20 سنة او 22 ايه سنة. التئام الجروح وتعويض التلف ايه منها، من الخلايا نفسها والانسجة. التئام الجروح او الانسجة وتعويض ايه التلف ايه منها. رقم 3 ومهم جدا جدا جدا، تحقيق التكاثر اللاجنسي. تحقيق التكاثر اللاجنسي. خلاص، يبقى دي بالنسبة لمين؟ لأهمية انقسام الميتوز. نيجي لأهمية انقسام الميتوز. نمرة 1، اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف. اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف. هنحاول نعمله في الحلقة الجاية كامل مع بعضه عشان نعمل النهاردة بس الميتوز. رقم 2، عكس التكاثر الجنسي ايه؟ التكاثر الجنسي. تحقيق التكاثر الجنسي. يبقى دي مقدمة صغيرة عن انقسام الخلوي، يعني انقسام اللي بيحصل فين؟ في الخلية. نبدأ بقى في الانقسام الايه؟ الميتوزي. الانقسام الميتوزي. ايه حكاية الانقسام الميتوزي؟ الانقسام الميتوزي بيمر بأربع مراحل. أربع مراحل هنفهمهم مع بعض بالاسم والإيه والرسم. أول حاجة الطور التمهيدي، وده ما بنحسبوش رقم 1، وساعات بنقوله التحضيري. يعني مدرس داخل الفصل معاه كشكول تحضير، ممكن أدخل به فصل أولى أول، أولى تاني، أولى تالت، ما هي نفس الحصة. في بعض موجهين يقول لك لا، لكل فصل ليه التحضير بتاعه. لا لا يا حبيبي،
احنا وقفنا في هذا الموضوع من زمان وقلنا لا، انا معايا 3 فصول اولى او فصلين تانية او 3 فصول تالتة، هو نفس التحضير بغير التاريخ. لا، ما مش هكتب لتالتة اول تحضير والتالتة تاني تحضير وتالتة تالت تحضير، ما هو نفس الدرس. خلاص، يبقى الطور التمهيدي هو التحضير. طب نبدأ بقى كده بعد كده الطور. ها، اول طور بنتكلم على الاطوار المتتالية ورا بعضها. خلاص، احنا قلنا الطور البيني، الطور البيني اللي هو اسمه التحضير. خلاص، وهنقول بيحصل في ايه الوقت. اول طور اسمه الطور التمهيدي، الطور التمهيدي. الطور الثاني الطور الاستوائي، نحفظ دي مع بعض. ثلاثة الطور الانفصالي. رابع حاجة الطور النهائي. الأربعة دول مهمين جدا جدا جدا، اللي واحنا شغالين لازم نكون ايه عارفين هذا الكلام. يبقى في ترتيب، في ترتيب عندنا. نبدأ المراحل كده مع بعض. يبقى الوقت هنا مراحل اللي انا كتبتهم في الورقة اللي فاتت، مراحل الانقسام الميتوز. طبعا انا مش هرسم خلية، امال هرسم ايه؟ النواة. تاني بنرسم النواة بس، لان النواة اللي فيها شغل. النواة العلماء اتفقوا ان 46 كروموسوم، 46 كروموسوم الموجودين بيمثلهم في 4 كروموسومات فقط. تاني، 46 كروموسوم اللي في جسمنا اللي في كل خلية بنحطها في صورة ايه؟ 4 كروموسومات فقط. هنا الجسم المركزي موجود بجانب الخلية، لان دي خلية ايه؟ حيوانية. طيب، في شبكة كروماتينية، في شبكة موجودة كده، ركزوا كده معايا. يبقى الجسم المركزي بره، جسم مركزي، شبكة كروماتينية، كروموسومات. ده الطور البيني، ده الطور البيني اللي بنسميه التحضيري، يعني ملوش رقم في الأربعة، ولكن بنقول بيه كلمة مهمة فيه، يحدث فيه تضاعف للشبكة الكروماتينية، يزداد نشاطها، يحدث تضاعف للشبكة الكروماتينية، مهمة جدا جدا ديت. طبعا تعالوا بقى نبدأ برقم واحد. رقم واحد احنا ما زلنا قلنا دي النواة، النواة مالناش دعوة باسم الايه، الخلية كلها او برسمة الخلية كلها. تعالوا بقى كده، فأول حاجة، أول حاجة ادي النواة نمرة واحد، الطور التمهيدي. الطور التمهيدي، الطور التمهيدي بيحدث فيه 4 حاجات. عدوا معايا كده، تختفي الشبكة الكروماتينية، تختفي الشبكة الكروماتينية. طب وبعدين الشبكة اختفت، ايه اللي ظهر؟ ظهر الكروموسومات. يبقى رقم 2 ظهور الكروموسومات. طب وبعديه؟ الجسم المركزي بدأ يظهر ما يسمى بالسنتريول، يبقى ظهور ايه؟ سنتريولان. يبقى سنتريول هنا وسنتريول هنا، سنتريول وسنتريول. يبقى ظهور 3 ظهور السنتريولان. طيب وبعدين خيوط المغزل بدأت تظهر، يبقى خيوط مغزل بدأت ايه؟ تظهر. يبقى رقم 4 ظهور خيوط المغزل. 4 حاجات ظهرهم وافتكرهم في الاخر خالص في الطور النهائي بيحدث عكس ما حدث في التمهيدي. يعني ايه؟ اللي اختفى هيرجع تاني، واللي ظهر هيختفي. طيب نمشي خطوة خطوة بقى. تعالوا بقى المرحلة اللي بعد كده، الطور الاستوائي. الطور الاستوائي رقم 2 الطور الاستوائي. الطور الاستوائي حدث فيه ايه او بيحصل فيه ايه؟ تنتظم الكروموسومات على خط استواء واحد،
يبقى انا اهو هنقول انتظام الكروموسومات على خط استواء واحد. ظهرت على خط استواء واحد. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ نبدأ نشوف مرحلة مرحلة. يبقى هنا السنتريول وهنا ايه؟ السنتريول. خلاص هتبدأ خيوط المغزل ها في الارتباط بالسنترومير من جوه بتاع الكروموسوم. طيب الطول اللي بعديه الطول الانفصالي. الطول الانفصالي رقم 3، الطول الانفصالي. ماله الطول الانفصالي؟ بنقول تنفصل الكروموسومات. خلاص يعني بصوا كده، نصها لفوق ونصها لتحت. زي ما بقول دايما في المحاضرات بتاعتي والشرح، علامة الاكس ديت ها نصها من فوق وحتة ايه جزء من السنترومير هنا اهو. هنا برضو نفس الكلام. عاوزين نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، لان احيانا في لغط وحاجات مش مظبطة في الكتب. يبقى حصل انفصال فعلا، خيوط المغزل سحبت الايه كروموسومات نصها اللي هي الكروماتيدات لاعلى والاسفل. بقدرة ربنا بيحدث نسخ لمين؟ للكروماتيدات اهو. بقت ايه كل واحدة ايه كروموسوم. ثم يبدأ، ركزوا بقى في الكلام ها، انقسام نووي يعني للنواة ها، نعرفين دي خلية اهي، يعقبه انقسام ايه خلوي، الخلية كلها تتقسم تاني في انقسام نووي، يعقبه انقسام ايه خلوي. يبقى الوقت هنا اهو يحدث انقسام نووي يعقبه، نووي يعني النواة مش نووي يعني تفاعلات نووية، يعقبه انقسام ايه خلوي. خلوي يعني ايه؟ للخلية نفسها. خلاص وبناء عليه بيطلع لي خليتان بكل واحدة منها 4 كروموسومات، وده الهدف من الانقسام الميتوزي. ايه اللي يحصل في الانقسام الميتوزي؟ ان لازم تطلع لي الخلية واحدة بتديني 2 زي الخلية الاصلية بالظبط. طيب ده الطور النهائي رقم 4. الطور النهائي قلنا بيحدث الاتي، تنقسم الخلية الى ها، تنقسم الخلية الى خليتان تشبه الخلية الام. مهم جدا وشوفوا الكلمة المهمة بقى كده، ويحدث عكس ما حدث في الايه الطور التمهيدي. الطور التمهيدي حصل فيه حاجة وده حصل فيها حاجة. ايه هو؟ عدل الاربعة يلا بالعكس. تختفي الشبكة الكروماتينية تظهر الشبكة الكروماتينية. خلاص هنرجع تاني نلم حاجتنا بقى اهو. يبقى نمرة 1 ها، تختفي لا تظهر. تظهر الشبكة الكروماتينية. طب وبعدين؟ كلهم يختفوا بقى. رقم 2 ظهور الكروموسومات، تختفي الكروموسومات. ليه؟ لان الشبكة الكروماتينية غطت عليه. طب رقم 3 يختفي السنتريولان. ليه؟ لان عندي الجسم المركزي يرجع تاني ها. طب بعد كده رقم 4 تختفي خيوط المغزل عشان يبدأ انقسام تاني هنا هتديني 2، وانقسام في دي كمان هتديني 2. اذا يلتئم الجرح، يلتئم النسيج، تعود الخلايا ايه الى طبيعتها. دي كان رسمة النهاردة وشغل النهاردة، واتكلمنا عن الانقسام الميتوزي وعرفنا الفرق بينه وبين الانقسام الميوزي، وعرفنا دي اهميته ايه واهميته ايه هنا، وبدأنا برسم تفاصيل مراحل انقسام الميتوزي وقلناه بالرسم. ومهم جدا الرسم يا جماعة، لان انا يعني ايه شرحها لكم بابسط الطرق بدون لعبكة في الرسم. خلاص ونحاول نبص عليه مرة واثنين وثلاثة، هيفيدنا طبعا في المراحل الاعدادية والمراحل ايه الثانوية، وده مكرر طبعا على تلتة اعدادي ونستفيد منه في ثانوي بالنسبة لتلتة ثانوي ان شاء الله، وفي اولى ثانوي وتانية ثانوي.
ما تنسوش الاشتراك في القناة، ندعم القناة، نحاول نعمل يعني مراسلة لزمايلنا على الجروبات، نعرفهم بالقناة، نخليهم يشتركوا معاكم ويستفيدوا في أساسيات الكيمياء والفيزياء والأحياء. بإذن الله مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.